ورحمة الله وبركاته. نأسف على التأخير 7 دقائق أو 8 دقائق دول. وأتمنى لكم يوم سعيد ومستقبل سعيد إن شاء الله. اليوم بنكمل الجزء الثاني من محاضرة ما نحو منظمات مدنية فاعلة. الأسبوع اللي فات كنا بنتكلم فيه عن تعريف المنظمات والمحاذير بتاع مؤسسات المجتمع المدني. نحن نتكلم فيه على العلاقة مع التجار، مع رجال الأعمال، العلاقة مع رجال الأمن، والعلاقة مع الجيش. واليوم بنتكلم على دور هذه المنظمات بتاع المجتمع المدني وكذلك دور الشباب فيها. طبعا بنشكر الشباب اللي بيساعدوني، اللي هي سحر وماهر وأحمد الشيخ، المجهود بتاعهم. واللي عايز فيكو يخش على اي صفحة من صفحات السوشيال ميديا، صفحات هنا موجودة عندكو علشان تفيدكم. طبعا عندك الريموت. ايه هي اهمية منظمات المجتمع المدني؟ في عجالة كده بنتكلم فيها قبل ما نخش فيها بالتفصيل. هي لها منفعة عامة، تضمن مشاركتك، تدعم مبادرتك، تنمي قدراتك، تعزز انتماءاتك، تحقق طموحك، تداوي آلامك، تحفظ حقوقك، تنور فكرك، تلبي احتياجاتك، توصل صوتك، تبني مجتمعك، تجمع وطنك. يعني دي في عجالة على الدور اللي احنا متوقعين انه يحصل من مؤسسات المجتمع المدني اللي احنا بنتكلم عنها، ودي الحلقة الثانية بتاعتها. بالتفصيل بنتكلم فيها ان هي الشريك الثالث او الرابع في بناء الدولة، مع مؤسسات الحكومية، مع مؤسسات الدولة، مع المؤسسات او اللي هو رجالات الاعمال والقطاع الخاص التجاري، وكذلك مع المؤسسات البحثية والمؤسسات الفكرية. انا حطيت المؤسسات الفكرية والبحثية هنا ليه؟ لان في المنطقة العربية لا نؤمن بالبحث، في المنطقة العربية لا نؤمن بحاجة اسمها think tank او الايه مراكز الافكار، فلذلك انا حطيتها كجزء شريك عشان ابرزها وان كانت هي جزء من مؤسسات المجتمع المدني. اما ننظر هنا نجد ان دي بقى الادوار اللي احنا بنتكلم فيها عن مؤسسات المجتمع المدني. اول حاجة بتحافظ على التماسك والترابط المجتمعي من خلال تقديم الخدمات المجتمعية. يعني بعض الاحيان الحكومات لا تستطيع ان تقدم بعض الخدمات في اماكن بعيدة عن العاصمة، فبتقوم بهذا الدور مؤسسات المجتمع المدني. الحفاظ على التراث والثقافة والقيم والعقائد المجتمعات، لان في مؤسسات متخصصة وتخصصها بيكون اعمق واكتر واكتر بعدا من اللي هي الوزارات بتاع الثقافة اللي احنا بنتكلم عنها. ايضا بتحافظ على الثروات القومية الوطن. معناها ايه؟ يعني لو في حد بيسرق اثار، حد بيسرق مقتنيات، حد، ففي مؤسسات لحقوق الانسان، مؤسسات لحقوق الوطن بتقف تدافع عن مثل هذه الثروات التي تسرق وتصدر الى الخارج من المفسدين والفاسدة. بتمثل الوطن في المحافل الدولية والدفاع عنه في كل مجالات. في مؤسسات بتحضر مؤتمرات مع الامم المتحدة، مع الاتحاد الاوروبي، مع الاتحاد الافريقي، مع الاتحاد الاسيوي، مع كل هذه التشكيلات العالمية، وتتكلم عن الوطن، وتتكلم عن قيمة الوطن، وتتكلم عن قيم وعادات تقليد الوطن واحلام وامال المواطنين في الوطن. ايضا بتدافع عن حقوق المواطنين والوطن. يعني بتدافع عن حقوق الوطن في كل المجالات، في كل المجالات اللي هي متخصصة فيها، سواء في الزراعة او في الصحة او في التعليم او في المياه او في المناخ، تغير المناخي الى اخره. وفي نفس الوقت بتدافع عن حقوق المواطنين داخل الوطن نفسهم، اللي هي مؤسسات ايه اللي هي بنسميها مؤسسات المناصرة، اللي بتناصر حقوق المواطنين وتجعل الحكومة تستمع لآرائهم وتستمع لاقتراحاتهم وتستمع الحلول هم حاطينها علشان يرجعوا كل هذه الحقوق للمواطنين. بتربي وتبرز قيادات مجتمعية شبابية وناس. يعني هذه المؤسسات بتربي الشباب. يعني في داخل مثل هذه المؤسسات التوعية نتكلمنا عنها بيطلع منها قيادات للمستقبل. يعني أنا أعرف كتير جدا من اللي كانوا مسكين الاتحادات الطلبة في كتير من الجامعات تحولوا من قيادة اتحاد الطلبة اللي أصبحوا هم وزراء أو رؤساء مجالس إدارة أو إلى آخره. يعني تدربوا إما في اتحاد الطلبة أو تدربوا إما في جمعيات محلية قومية مجتمعية في حي أو في حارة أو في مدينة أو في قرية إلى آخره.
بتحارب الفساد وتكشف امور مصر وفلسطين. ليه؟ لان هي بتجري، هي طبعا مش مرتبطه بسياسه الحكومه اللي هي مش يعني، هي مرتبطه بالقانون الاساسي بتاعها اللي هو ترقب من الحكومه، لكن في بعض الموظفين والعمال الفسده داخل الحكومات بيعملوا عقود فاسده بينهم وبين رجال قطاع الاعمال، هي بتراقبهم وبتحاول تظهر الفساد اللي بيحصل سواء كان في داخل الحكومة أو داخل مؤسسات القطاع الخاص أو داخل حتى أي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني. بتراقب الأداء الحكومي وبتمنع تغول القطاع الخاص على أداء الحكومة وحقوق المواطنين. يعني يعني دائما خلي بالكم إن العلاقة دائما ما بين مؤسسات الحكومية والقطاع الخاص قد تكون شريفة ونزيهة وقد تكون غير شريفة وغير نزيهة. ليه؟ لأن قطاع رجال الأعمال عنده أموال كتير جدا وعايز يستفيد بأقل التكاليف، فيتعامل مع الفسدة من موظف الحكومة علشان يصل لهدفه ويصل ليحقق أحلامه. فهي بتراقب هذا التاجر الفاسد وتراقب هذا الموظف الفاسد داخل كوادر الحكومة. تضع حلول مجتمعية وسياسية لمشاكل تعاني منها المجتمعات داخل الوطن خلال مراكز أبحاث متخصصة. يعني دايما هي بتقدم الحلول، يعني هي طبعا بتراقب وبتساعد الحكومة في الأداء، لكن في نفس الوقت بتقدم الحلول. ليه؟ لأنها هي على الأرض، هي على الأرض قبل الحكومة وهي على الارض بعد الحكومه. يعني في حكومات تستمر في الحكم بتاعها في المكاتب بتاعتها من 5 سنين 10 سنين 15 سنه، ونلاقي في مؤسسات وجمعيات مجتمع مدني بقى لها 40 و50 و60 و70 و80 و100 سنه تعمل، سواء كان هذا في منطقه العربيه او في المناطق الاخرى اللي بنتكلم عنها. فخبرتها المجتمعيه اكثر كتير جدا من خبره موظفين الحكومه اللي هم بيجوا ويتغيروا ما بين عشيات وضحاها. ترفع رفع المستوى الوعي والانتماء الوطني. هي من حاجه من الاشياء اللي بتعملها الجميله ان هي بترفع وعي المواطن وترفع قدرته على التفكير، لانها بتقول له هذا حقك وهذا واجبك وهذا دورك الذي ممكن تقوم به. بتتصدى ايضا للكوارث الطبيعيه والازمات الاقتصاديه والامراض المجتمعيه من خلال برامجها المدنيه وتعاونها مع الحكومات المركزيه والبلدات في المحافظات. يعني لو في كوارث في مؤسسات انسانيه بتشتغل معاها، او حتى مؤسسات اجتماعيه او حتى مؤسسات دينيه زي المساجد وزي الكنائس وزي المعابد الى اخره، كل هذه المؤسسات بتستطيع انها تستجيب للكارثه الطبيعيه او لاي كارثه تصد او تصب في المجتمع قبل ان تاتي المؤسسات الحكوميه او قبل ان ياتي المسؤولين وتتحول الى ميزانيات كبيره، فتكون هي ايه بنسميها اول من يستجيب لمثل هذه الكوارث عندنا. بتشارك في وضع خطط طرق المستقبل. يعني احنا يعني لو كان عندك لو كان عندنا حكومات نزيهه لابد على هذه الحكومات انها تستشير مؤسسات المجتمع المدني في رايها في مشروع قومي كبير، سواء كان مشروع لمد السدود او الجسور او الطرق او الاستصلاح الزراعي او المناخ او العماله او الاسواق الاخرى، لان هم موجودين على الارض ويعرفوا مناخ المجتمع اكثر بكثير جدا من وزير او رئيس وزاره او نائب رئيس وزاره الى اخره. فلذلك لما ننظر لمثل هذا الشيء اردنا ان نضع خارطه الطريق فلابد ان يكون معنا الشريك الاساسي في هذه الثلاثيه او الرباعيه اللي هم مؤسسات المجتمع المدني. لخبرتها وقربها من المستفيدين. بتحارب الامراض المجتمعيه كثيره زي ايه؟ في التطرف دلوقتي كتير جدا، الانعزاليه، الارهاب، المخدرات، الادمان، الدعاره، اطفال الشوارع، الالحاد، العنف، الجريمه، كل هذه الاشياء هي بتقدم حلول لانها على الارض، فتعرف ان في الحاره دي في بعض الناس هيحصل لهم كذا وكذا وكذا وكذا، وفي افكار غريبه جايه لنا من اماكن مختلفه وفقه غريب واراء غريبه، فلذلك هي بتقدم حلول مجتمعيه. اما لا، لان هذه الامراض لا تعالج بالحلول الامنيه او الحلول المسلحه اللي هي الصدمات يعني بالعصا الغليظه ابدا. عمر ما كان في مرض اجتماعي يحارب عن طريق اللي هو الجيش او عن طريق اللي هو الامن فقط. بتساهم في ايجاد فرص عمل للشباب والمساهمه في بناء الاقتصاد الوطني بالقاعده القمه. تخيلوا مثلا لو احنا بنتكلم مثلا على بلد زي بريطانيا، ذكرت المثل ده كتير جدا 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 جدا، ان المال اللي بتجمعه الجمعيات الخيريه هنا في بريطانيا 74 مليار جنيه استرليني.
فكم بيستفيد من هذا المال كموظفين هنا، سواء كانوا عمال سواء موظفين سواء كانوا هم مدراء سواء كانوا متخصصين في اشياء معينه سواء كانوا مستشارين، سواء كل هذه الاشياء بتستفيد منها ايه المتطوعين الى اخره الى اخره. الدوله نفسها حتى ال 74 مليار جنيه استرليني دول بيعملوا رواج اقتصادي في قطاعات مختلفة، قد تكون تصل مثل هذه الميزانيات تحقق حوالي من 5 إلى 10% أو 12% من العمالة اللي بتستفيد منها الدولة والمجتمع كذلك. بتساعد أيضا إيجاد فرص عمل للشباب والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني من قاعدة القمة. الدور الآخر بيساهم في استكمال منظومة التعليم. أنا بركز على التعليم ليه؟ لأن التعليم مهم جدا جدا جدا. إن أردنا أن نبني وطنا لابد أن نبني معلما ونبني طالبا ونبني خريجا يستطيع أن يفهم حقوقه وواجباته ويكون واعي بوطنه وأهدافه الوطن بتاعه ومدخرات الوطن وثروات الوطن وتاريخ الوطن وثقافة الوطن إلى آخره إلى آخره. فالتعليم مهم جدا، يعني في اراء كتير جدا في التعليم وفي نظم التعليم. بعض الوزراء بيجيبوا طرق تعليم استفاد منها في مناطق ومجتمعات غريبه جدا عن المجتمعات اللي احنا بنعيش فيها، فلن تشتغل فلن تعمل. ليه؟ لان يعني مثلا من المضحك المبكي ان في بعض الاماكن كانوا بيوزعوا اللي هم التابلتس اللي هي بيقولوا بتاعه الكمبيوتر دي اللي هي الايباد، وجابوها في اماكن ما فيهاش انترنت وحتى ما فيهاش كهرباء. فكم من مئات الملايين من الدولارات صرفت برعونه. لماذا؟ لان ما فيش دراسه. في استفاده من فساد معين في مجال معين في جهه معينه لمستفيدين لبيع هذه الالات او الادوات كذلك. فطبعا بالنسبة للتعليم مهم جدا مهم جدا مهم جدا. في التعليم في كمان ايه التعليم البديل. التعليم البديل في كتير جدا من الطلبة ما بيحبوش يدرسوا 5 أو 15 أو 20 مادة أو 12 أو 8 مواد، يحبوا يحبوا يتميزوا في مادة أو 2 أو 3. أنا ليه أخليهم يدرسوا 10 أو 15 مادة هيسقطوا في 7 منها وهينجحوا فقط في 3؟ فلابد يجد وسائل جديدة لتعليم بديل. تعليم بديل منه ايضا اللي هو التعليم اللي هو الحرفي، التعليم المهني، تعليم الموهوبين الى اخره الى اخره الى اخره. فما يكونش التعليم نمط واحد او التعليم المجتمعي. بتشجع الحرفيات والحرفيين كذلك وبتساهم في بناء الاسواق الشعبيه واعتبارها احدى وسائل بناء الاقتصاد الوطني. الاقتصاد الوطني بيبنى من القاعده للقمه، واول شيء في الاقتصاد هو مدى انتاج الفرد. مدى انتاج الفرد. انا ما يهمنيش ان انا اخد اموال من بنك الدولي او من صندوق النقد الدولي او من الاتحاد الاوروبي او من كذا كذا. كل ده لا يبني اقتصاد. الذي يبني الاقتصاد هو المواطن القادر على الكسب والمواطن القادر على الانتاج. المواطن القادر على الكسب والقادر على الانتاج هي بتساعد في هذا الامر. بتبرز المواهب المجتمعيه وتبناها. يعني لابد الجمعيات دي لانها قريبه جدا 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 كقرون استشعار داخل المجتمع هي تجد ان هذا الانسان موهوب في كذا او كذا وكذا، تتبنى مثل هذه المواهب والقدرات علشان تنمي قدراتها وتبرزها للمجتمع. تتبنى ايضا المبادرات الشبابيه الجاده وبراءه الاختراع، دي مهمه جدا. وتبني اخيرا وليس باخر بناء القدرات البشريه المواطنين والعاملين في المؤسسات غير الحكوميه وكذلك. يعني مثلا اما نعمل احنا برامج لبناء القدرات لابد ان نشترك فيها معانا ناس موظفين من الحكومه، مش عيب لانهم كلهم يعتبروا يعني موظفين خدميين مدنيين في داخل الحكومه. فانا اعمل انا قادر على ان انمي الموارد البشريه لجمعيتي، الموارد البشريه للمجتمع، الموارد البشريه للجمعيات الاخرى وكذلك الموارد البشريه داخل الحكومه. ده ايضا النقطه نمره 19. في عندنا 19 نقطه انا كتبتها لكم علشان ايه نحطها. ممكن يكون اكتر من كده كذلك. لذلك من يريد منكم ان يريد هذه المحاضره ترسل له بالايميل، ممكن نرسلها له بالايميل عشان يفرغها ويحط عليها نقاط اخرى. في اين تتواجد منظمات المجتمع المدني؟ ممكن تكون في داخل الدوله او في حروب ونزاعات. في داخل الدوله بتبدا ايه؟ اول حاجه بتطالب بحقوق المواطن زي ما انتم شايفين كده، شايفين هنا هو اول حاجه ادي المواطن هو وهي بتتبنى دور المواطن وبتطالب حقوقه منين؟
من كمواطن عليه حقوق وعليه واجبات. المنظمات اللي هو هي اللي بتوصل صوته للدولة وفي من خلال مشاريع معينة أو من خلال طلبات معينة. ده في الحالة العادية اللي ما فيهاش حرب. أما لو كان في حرب ونزاعات زي ما احنا شايفين ان هو، أما لو كان في حالة حروب ونزاعات، فهي بتقوم بدور الدولة في العمل الاجتماعي والعمل الاقتصادي والعمل السياسي، وتلبي احتياجات المواطن من ألف ليه، زي ما احنا شايفين مثلا في سوريا، زي ما احنا شايفين في اليمن، خاصة في سوريا في أماكن كتير جدا ما فيهاش حكومة. فهم بيقوموا بدور الخدمي الاجتماعي الإنساني اللي أنا بسميه خلائقي، كما ذكرت في محاضرة من ثلاث أسابيع أربع أسابيع. يبقى هو المواطن هو بتطالب هو المواطن، ومنظمة المجتمع المدني إن هو بتحل محل الدولة في تلبية الاحتياجات وحفظ الحقوق أداة في مناطق الحروب والنزاعات. في تعريف آخر للمجتمع المدني إحنا ما قلناهوش الأسبوع اللي فات، كما قالوا في مفكر اسمه سيرجاي كوفاليف، بيقول إيه المجتمع المدني؟ هو المجتمع الذي لا ينسب لدولة بل الدولة تنسب للمجتمع. يعني المجتمع اللي هو لازم ينتسب لا، لأن المجتمع كان موجود قبل ما يكون في دولة. ها المجتمع كان موجود، ومن خلال المجتمع ده تأسست الدولة وتأسس الوطن وتأسس كل هذه الأشياء. فيبقى المجتمع المدني هو المجتمع الذي لا ينسب لدولة بل الدولة تنسب للمجتمع. هذا تعريف إيه سيرجاي كوفاليف. بعض القيم والمبادئ، طبعا انا مش هتكلم كتير جدا عن دور الشباب النهارده، وهقول لكم ليه بعدين. دي القيم والمبادئ اللي موجوده في مؤسسه المجتمع المدني: الكرامه الانسان واحترام قيم ومبادئه وعقله واحترام عقله، حرياته العامه، بصرف النظر عن الجنس واللون والدين والمركز الاجتماعي الاقتصادي، القدره على التامين الفعلي لتمتع افراد المجتمع وجماعاته واقلياته بحكم وحريتهم، ضمان حق الفرد في العيش الكريم، وضمان حقه في التعليم والصحه الى اخره، الاعتراف بالفرد كاداه للتنميه والتغيير واعتباره صانع تقدم المجتمع وبقائه واستمراره، ضمان تكافؤ الفرد بين الافراد والجماعات في مختلف المجالات الحياه، ضمان حق النقد وحريه التعبير والتفكير والصحافه، رفض كل الوان الظلم والعدوان والعنف الجسدي والمعنوي والارهاب المادي والفكري والسداد والاستغلال والتعصب والتمييز العنصري والفوارق الطبقيه والحاده بين فئات الشعب الواحد، العمل على تشجيع التجديد والتغيير والخلق والابداع والمبادره. دور الشباب، انا مش هطول كده جدا في دور الشباب لامرين، لان حسيت ان انا لن اعطيه حقه لو بس اتكلمت على ايه الفقرتين دول. علشان كده وانا في عطلة الاسبوع الماضي، وكذلك وانا مسافر لندن امس رايح جاي، كتبت ثلاث محاضرات. اول حاجة كتبت محاضرة عن دور الشباب، وده هعملها محاضرة لوحدها. تاني حاجة كتبت محاضرة عن التطوع، ودي هعمل لها محاضرة لوحدها. تالت حاجة كتبت محاضرة عن انواع الجمعيات اللي احنا اللي عندنا، زي ما انا قلت في ان الدول في ثلاث انواع: دول قوية مستقرة، دول هشة، ودول فاشلة. ايضا في الجمعيات عندنا هتكلم عن الدول القوية والدول سوري المؤسسات القوية والمؤسسات الهشة والمؤسسات الضعيفة. فكتبت الثلاث محاضرات دول وانا مسافر، منهم اثنين وانا مسافر امس لندن، واحدة كانت اتجاه راسي في اتجاه القطر فما حصلليش مشكلة، والثانية وانا راجع من لندن كان اتجاه القطر معاكس لاتجاه جلستي في الـ في الـ في, الـ في القطر، فحصل لي دوار، لكن مع ذلك انجزتها الحمد لله بفضل الله سبحانه. وفي برضك محاضرتين تانيين هنحاول نعدهم عن الايتام ومعنى كفاله اليتيم، ومعنى كذلك اللي هو الدعم الى اخره والتبني والتكاليف بتاعت الكفاله. في محاضره اخرى عن التغير المناخي، خاصه مع ازدياد عدد الطائرات وازدياد عدد السفن اللي مش السفن العربات اللي بتخش المدن كل يوم، في الذين يساهمون في التلوث البيئي. فطبعا اصبروا معانا لان هتكلم انا عن الشباب ان شاء الله، هحاول اتكلم عليه الاسبوع الجاي ان شاء الله. طبعا هنا دور الشباب، للشباب دور اساسي في الحوار وابداء الراي، وذلك ليس مستغربا في خضم الحراك الشعبي في العالم العربي وفي ظل الثورات العربيه في عدد من الدول المنطقه والتي عرفت بالتبعيد العربي. ومن المعروف لدى الجميع ان هذه الثورات قام بفعل الشباب ونتيجة رغبتهم بتغيير كثير من التراكمات التي حالت دون تمكنهم من العيش في بلد مستقر لا تحكمه تحكمه الدكتاتورية والاستبداد والظلم. لدى الشباب رغبة كبيرة جدا في تقديم مصلحة، خدمة للمصلحة العامة، وفي التشارك
في الكثير من الأنشطة التي تخدم المجتمع المحلي والوطني، وأبعد من ذلك أن وسائل التواصل الاجتماعي جعلت الشباب في تواصل مع أمثالهم في كل دول العالم، فهم يتبادلون المعلومات والأفكار والتجارب، وبذلك تخطت رغبتهم المشاركة في العمل لمصلحة الإنسان والإنسانية عامة من المستوى الداخلي المحلي إلى المستوى الإقليمي والدولي. نتيجة لما سبق، يسعى الشباب إلى الانخراط في منظمات المجتمع المدني لأنهم يريدون المساهمة في خدمة المصلحة العامة، ولأنهم يريدون أهمية العمل الجماعي وأهمية العمل كفريق، وبذلك يكون وجود العناصر الشبابية داخل منظمات المجتمع المدني تجعلها أكثر حيوية وتجدد واستمرارية. فإن شاء الله الأسبوع الجاي هنتكلم عن الشباب، عشان أنا مش قادر أوصل ده المعلومات دي كلها ليكم اليوم، لكن دي مقدمة لما سنقوم به الأسبوع القادم. ايه العوامل اللي بتساهم في تعزيز عمل منظمات المجتمع المدني وتشجع الانتساب والطوع فيه؟ اول حاجه القوانين بتاعت البلد اللي بتسمح بانخراط الشباب في منظمات المجتمع المدني ابتداء من سن 18، وقبل كذلك سن 18 ده متاخر، انا عايزها كمان تكون من سن 6 و7 و8 و9 و10 وهم في المدارس الابتدائيه. جو التوجيه العائلي، العائله ليها دور مهم جدا، الانطلاق من الفرديه نحو العمل الجماعي ودروس التوجيه العائلي نحو اهميه العمل التطوعي، دي نمره 2 دور العائله. المدارس نمره 3 نحو اهميه التوجه نحو اهميه خدمه المجتمع والمصلحه العامه هو من ضمن البرامج الدراسيه المقرره. وجود مناهج جامعيه تدرس اهميه المجتمع المدني النظريات، يبقى احنا بنتكلم دلوقتي على القوانين بتاعت الحكومه، على العائله، على المدرسه، على الجامعه. نشر مفهوم المجتمع المدني على المستوى المحلي والوطني. في كثير من الاحيان يجري الخلط بين هذا المفهوم والعلمانيه او الالحاد الى اخره الى اخره، يعني الناس مش فاهمه يعني ايه مجتمع مدني، الناس مش فاهمه يعني ايه الالحاد، الناس مش فاهمه يعني ايه العلمانيه، الناس مش فاهمه يعني ايه الليبراليه الى اخره، فعمليه ايه اختلط الحبل بالنابل، لابد المفهوم المجتمع المدني ده ينشر داخل مثل هذه المجتمعات. تطوير القوانين، احنا اتكلمنا فوق على القوانين تسمح، ودلوقتي تطور القوانين التي تحمي حقوق المنتسب المتطوع الى المنظمه او العاملين فيها. فمنظمه المجتمع المدني وكذلك المنظمه نفسها عند تاسيسها واثناء عملها. القوانين تساهم في الحصول على بان وجود قوانين تساهم وتيسر للحصول على الدعم الخارجي من على التمويل لازم نعملها. اطلاع المواطن ده مهم جدا 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 جدا. الذي يرغب بالانتساب لمنظمه المجتمع المدني على نظامها الاساسي والداخلي، وبالتالي معرفته لشروط الانتساب. كل هذه الاشياء بتخلي لو يعني ده نحن نلخصه في حاجه، في مسؤوليه عن الحكومه في القوانين، مسؤوليه على العائله، مسؤوليه على المدارس، مسؤوليه على الجامعات، مسؤوليه على الحكومه في الاعلام عشان تعرف المجتمع المدني، مسؤوليه في تطوير القوانين الى اخره. ايضا فأحد الأشياء اللي بتعزز عمل منظمة المجتمع المدني وتشجع الانتساب ليها اللي هو وجود مفهوم الحكومة داخل المنظمة، يعني إيه؟ يعني في شفافية، في مراقبة، في محاسبية إلى آخره، فلابد الإنسان لما يجي يتطوع في مثل هذه المؤسسات يبقى عارف إن كل شيء شفاف، مفيش حاجة من فوق وحاجة من تحت، حاجة من فوق الترابيزة وحاجة من تحت الترابيزة. ده بالنسبة للتطوع. تاني حاجة الاستمرارية، بحيث تكمل يعني ما يخش معانا المتطوعين يشوفوا المشروع من الألف للياء. الاستمراريه بحيث تكمل المشاريع خطتها او تحقق اهدافها وتكسر انشطه المنظمه. تطبيق المنظمه لاهدافها الاساسيه حيث يجد المنتسب نفسه يعمل ضمن اهتماماته وخياراته الاساسيه، اتاحه الفرصه للمنتسب بابراز طاقاته، يعني انا جاي بمحتوى ليه؟ علشان تستفيد مني، تستفيد مني في شيء انا بحبه، تستفيد مني في شيء انا عندي خبره فيه، تستفيد مني في شيء انا عايز اعمله كذلك، علشان ايه؟ تفجر الطاقات اللي عندي. تطبيق المنظمة الأساسية تحت فرصة المنتسب بإبراز طاقاته في العمل التطوعي والجماعي، تلبية المنظمة الاحتياجات المجتمعية المعنية بها، يعني المنظمة دي بتلبي الاحتياجات، هي المنظمة اللي اتعملت عشان إيه؟ اتعملت علشان في حاجة مجتمعية لخدمة مجتمعية هتقوم بها، ولو لم تكن هناك حاجة لخدمة مجتمعية ما كانت منظمة. تبادل الخبرات والتجارب بين مختلف منظمات المجتمع المدني بحيث تتم الاستفادة من التجارب الناجحة، يعني ما يكون إيه؟ في تواصل. ما يكونش في تقوقع، ما يكونش في جمعيه تقول لك لا المعلومه دي بتاعتي مش عايز اشاركها مع حد، او المشروع ده بتاعي مش عايز اشاركه مع حد، انا مش عايز اقول ده عشان ما يسرقوش المتبرع مني، ده كله كلام فارغ. لان انت ومعلومتك ومالك واهدافك كلها ملك المجتمع، انتم خرجتم كلكم جميعا او احنا خرجنا كلنا جميعا من اجل خدمه هذا المجتمع الذي يمثل جزء من الوطن اللي احنا عايشين فيه. التشبيك مهم جدا بين منظمات المجتمع المدني بحيث تتم الاستفاده من مجال وعمل التخصص
العديد من المنظمات التمكن من وصول للمعلومات التي تتيح الأعضاء بناء الأنشطة على أسماء عرفية. يبقى بالتالي كل هذه الأشياء لما تكون موجودة داخل المنظمة يبقى تستطيع الشباب أنهم ينتموا لمثل هذه المنظمة، يكون فيها قوانين وفيها شفافية وفيها محاسبية وفيها مرجعية وفيها تواصل وفيها تشبيك وفيها تفعيل وفيها تمكين إلى آخره. يبقى يكون الشباب يجوا وتحمسهم ونحفزهم على أنهم ينتسبوا لمثل هذه المنظمات. وبرضك هيكون لنا محاضرة عن تعريف التطوع، في أنا حطيت له 13 نقطة أيضا وأنا في القطر أمس، 13 نقطة وكل نقطة من نقطتين يعني 26 نقطة هنتكلم فيها بعد كده هو. التدريب طبعا المنظمات لو كان لما يحس المتطوع انه هيتدرب وان المنظمه هتدربه وهيكتسب خبرات هيجيلها طبعا. التدريب والتمكين لاعضاء المنظمه لان ذلك يساهم في تعزيز المهارات وفي اتباع منهج علمي في تنفيذ المشاريع. العمل على تاخر وعي مجتمعي، انت اما تكون انت موظف او تكون انت متطوع فانت في المنظمه دي بترفع مستوى الوعي عندك علشان تقدم خدمات اكتر للمجتمع. حفاظ المنظمه على مصداقيتها دي مهمه جدا لان ذلك يدعم الاستمراريه بتاعتها. السعي لجعل العلاقه بين منظمات المجتمع المدني والدوله علاقه متكامله. احنا مش عايزين نعمل معركه بيننا وبين الدوله او بيننا معركه بين مؤسسات الدوله او مؤسسات الحكومه، احنا عايزين تكون علاقه تكامليه. احنا عايزين الدوله والحكومه داخل الدوله انها تشعر ان منظمات المجتمع المدني بتقوم بدور يكمل الدور اللي هي بتقوم به ويكون لها الحريه الكافيه في الانتقال وجمع المعلومات ونقل المعلومات للمسؤولين وتنفيذ المشاريع لانها تصل للمحتاجين قبل ان يصل اليها الوزير والرئيس والامير والملك والشيخ الى اخره. البعد عن التبعيه والحفاظ على الكلامك. طب الحاجات اللي بتخلي الناس ما يشتغلوش في بعض المنظمات او المتطوعين ما يروحوش المنظمه دي، انا كنت انا في فتاه تركيه جات لي في لندن عشان عايزه تتطوع في احد المؤسسات، فقالت لي انا مش عايز اروح المؤسسه دي. قلت لها خلاص هبعت لك السي في بتاعتك او اللي هو السيره بتاعتك لمؤسسات اخرى. وكذلك يعني بيطلبوا عشان حاسين ان في مؤسسه لها تبعيه لحزب او تبعيه لفكر او تبعيه لقبيله او تبعيه لشخصيه، فالشباب ما بيحبوش يشتركوا فيها. حفاظ المنظمة على قدراتها وجهوزياتها. لما الشاب يحس ان المنظمة دي جاهزة على طول وقادرة على طول وجهوزياتها للتحرك عند وجود انتهاك للحقوق والدفع عنها، يعني لما انا حاجة اشتغل هقدم عندك وظيفة ليه؟ أو حاجة تتوع عندك، لما يحس ان انت عندك قدرة وجاهز دايما انك تشتغل لانك عندك الخبرة وعندك الكفاءة وعندك التاريخ وعندك المخدرة. بناء علاقة ثقة متبادلة وتعامل بين المنظمات المجتمع المدني. لما يكون انا شايف ان القطاع كله متكامل مع بعض، يعني المنظمه دي ما بتاكلش في ظهر المنظمه دي، ما بتسبش المنظمه دي، الرئيس ده ما بيسبش في الرئيس ده، والغفير ده ما بيسبش في الغفير ده. لما نحس ان احنا قطاع للمجتمع المدني. في الاف طبعا للاسف في كتير جدا من الدول العربيه عدد المنظمات فيها يعد على اليد وللاسف يعني او اقل من 100 او الى اخره. وفي بعض المؤسسات في اوروبا وغير اوروبا بتلاقي المؤسسات بمئات الالاف او بالملايين زي ما احنا عارفين في اوروبا وامريكا. فلما الشاب من ده يحس المنظمات دي ما بتاكلش بعضها البعض هيخش يحس ان القطاع نظيف. ها هو يحب انه ينتمي لمثل هذا القطاع. دعم الاعلام لدور المنظمات، يعني الاعلام ما يركزش فقط، يعني مثلا احنا مثلا عندنا مثلا في بلد ما 40 او 50 الف جمعيه. انا بتكلم عن البلاد اللي فيها منظمات يعني في المنطقه العربيه، او عندنا 5 او 10000 او 20 او 30000 او عندنا 100000. ما نجيش بقى نركز الاعلام بتاعنا فقط على منظمه عملت حاجه وحشه. طلع رئيسها حرامي، طلع حد كذا، طلع حد اعتدى على بنت، طلع كذا كذا كذا. طب ما انا عندي 40 او 50 الف منظمه ثانيه عملوا حاجات كبيره. فالاعلان عنده مرض. المرض بيقول ايه؟ ان هو ياتي للغريب والمستهجن والمستغرب والسيء فيبرزه، اما الجيد والواضح والمنجز ما يركزش عليه. ده للاسف يعني لو حد اتقتل كل يجري عليه، لو حد اتسرق كل يجري عليه، لو واحده اغتصبت كل يجري عليها وهكذا. لكن فين الانجازات الاخرى اللي بتعمل مشاريع عملاقه؟ ما يركزش الاعلام عليها. ها وده شيء في شخصيه الاعلام ان هو عايز ايه؟ فرقعه عشان يفرقع بيها ايه؟ الفرقعه الاعلاميه بتاعته. تفعيل المسؤوليه الاجتماعيه للقطاع الخاص، يعني احنا بردك نروح للقطاع الخاص نقول له احنا عايزين المسؤوليه الاجتماعيه بتاعتك تجاه المجتمع
عن طريق المشاركه. فلما يحس المنتسب اللي هو المتطوع او الموظف ان في علاقه قويه ما بين رجال الاعمال اللي بنفعل عندهم المسؤوليه الاجتماعيه والمؤسسات، هيجي ينتسب لمثل هذه المؤسسه. مشاركه منظمات المجتمع المدني في رسم السياسات العامه كده، كل هذه الاشياء بتخلي الانسان مننا، الشاب مننا والشابه مننا، تبقى ايه؟ عندها رغبه في انها تنتمي متطوعه او تنتمي كموظفه لمثل هذه المؤسسات. ايجابيات عمل منظمات المجتمع المدني بقى عشان نخلص عشان طولنا شويه، هي بتتيح الفرصه للمشاركه في الاراء، دي نمره واحد، تبادل الخبرات والثقافات بين مختلف مكونات المجتمع، دي نمره واحد. نمره اثنين، العمل على نشر التوعيه والمساهمه في عمليه التنميه المجتمعيه، التنميه المجتمعيه ده مجال لا حصر له ولا قوه. ناس تتعلم فيه. دي نمره اثنين. نمره ثلاثه، العمل على تشكيل قوه ضاغطه المطالبه بحقوق الافراد والجماعات. ودي كتير جدا من الحكومات في مناطق معينه ما بتحبهاش. نمرة أربعة، في أكثر الأحيان تكون منظمات المجتمع المدني عابرة للاختلافات الدينية، يعني لأنهم بيشتغلوا في المتشابهات، بيشتغلوا في المتكاملات، ما بيشتغلوش في الآراء الحزبية أو الآراء الدينية المختلفة أو إلى آخره، فبتكون تعدي كل هذه المشاكل سواء كانت حزبية أو دينية أو ثقافية أو مذهبية. أغلب منظمات المجتمع المدني تسعى لخدمة المجتمع والمصلحة العامة، هكذا ما يعلن عنه، لكن في طبعا في مؤسسات سيئة. اثناء الحروب حلت منظمات المجتمع المدني محل الدوله في غث اللاجئين والمتضررين من تلك الحروب. تلبي منظمات المجتمع المدني الكثير من الاحتياجات على صعيد المعوقين والايتام والمراه والطفل الى اخره. تؤثر هذه المنظمات في تغيير سياسات الدوله حيث تلائم مع متطلبات ليه؟ يعني كيف تغير سياسات الدوله؟ انها بترى حاجات الوطن وحاجات المجتمع من قاعده الى القمه. وبالك انها جديه العمل داخل منظمات المجتمع المدني تعطي نموذج جيدا وتؤثر في عمل ادارات ودوائر الدوله. المشاركه في عمل منظمات المجتمع المدني يساهم في تمكين الافراد من الناحيه الفكريه والثقافيه والوطنيه. الانجازات داخل منظمات المجتمع المدني تساهم في تحفيز الشباب على العمل التطوعي. دي ايجابيات المنظمات اللي بنتكلم عنها. احنا الاسبوع اللي فات اتكلمنا عن المحاذير، الاسبوع ده بنتكلم عن الايجابيات. ايضا منظمات المجتمع المدني بحاجه الى انظمه ترعاها، وبحاجة لتعديل القوانين التي تحد من عملها والى تطويرها، تطوير هذه القوانين بحيث تصبح قادرة على حماية الوطن والمواطن. يعني دي احتياجات بقى المنظمات، عايزة قوانين أنظمة ترعاها وتعديل القوانين علشان تطور هذه والى تطوير هذه القوانين. يعني ما كنتش في قانون مثلا بقى 50 60 سنة ما حدش طوره. واخدين بالكم؟ تكون قادرة على حماية المواطن وحفظ حقوقه ويستطيع أن يوظف طاقاته في خدمة مجتمعه وتطويره. التنشئة المجتمعية والاجتماعية والأسرية والتربية والتعليم بكافة مجالاته هي التأسيسية. دي كلها كل دي إيجابيات، كل دي إيجابيات بنتكلم عنها. يعني لما نربي نعمل تنشئة مجتمعية اجتماعية أسرية والتربية والتعليم بكافة مجالاته هي التأسيس الصحيح للفرد على مفهوم المواطنة والسعي للمصلحة العامة والعمل الجماعي وحفظ الحقوق والمسؤولية تجاه الواجبات التي تتبناها منظمات المجتمع المدني. ولا ننسى ان الثقافه التطوعي في العمل التطوعي في منظمات المجتمع المدني تساهم في تفاعل المجتمع مع منظمات المجتمع المدني، فيصبح التطوع مسؤوليه يشعر من خلالها كل فرد بدوره ومسؤولياته تجاه مجتمعه ووطنه. اخيرا، منظمات المجتمع المدني بحاجه الى مساحه واسعه من الحريات، حتى يستطيع الفرد التعبير عن رايه وترجمه هذا الراي الى فعل وواقع لمصلحه مجتمعه العامة، لأن فقدان الكلمة تعني فقدان الحرية. يبقى احنا اتكلمنا هنا هو عن اللي هو دور اللي بتقوم بيه منظمات المجتمع المدني، اتكلمنا عن الحوكمة داخل منظمات المجتمع المدني، اتكلمنا عن حاجة المجتمع المدني، اتكلمنا عن المتطوعين ازاي نرغب المتطوعين والعاملين انهم يشتغلوا في منظمات المجتمع المدني، وأخيرا اتكلمنا عن إيجابيات عمل مع منظمات المجتمع المدني. فكل هذه الاشياء هي مهمه جدا بالنسبه لنا، لان منظمات المجتمع المدني هي الشريك الثالث او الرابع داخل الدوله وداخل الوطن وداخل المجتمع في بناء صرح المجتمع، في بناء صرح الوطن، في بناء صرح الدوله ومراقبه الحكومه الى اخره. انا اعتذر لكم ان احنا تاخرنا شويه في الكلمه، تعدت 30 دقيقه. وان شاء الله يوم الخميس هيكون باللغه الانجليزيه، next Thursday, this coming Thursday will see the same lecture in English inshallah at 1 o'clock on Thursday, UK time or London time, 4 o'clock Mecca time. And next week inshallah could be either volunteerism
or the role of youth. والأسبوع الجاي حكون إما التطوع وإما دور الشباب في المجتمع المدني. وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.